هدى حمد، ولدت في عام 1981 في سلطنة عمان. هي كاتبة وصحفية عمانية، لها 5 مجموعات قصصية و4 روايات، حاصلة على جائزة الإبداع العربي بالشارقة وجائزة أفضل إصدار عماني لعام 2009 عن روايتها الأشياء ليست في أماكنها. الكاتبة والصحفية العمانية هدى حمد ولدت في مدينة الرستاق، تخرجت في جامعة حلب في سوريا وحصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب العربي. عملت كصحفية في القسم الثقافي لجريدة عمان. تولت منصب رئيس تحرير مجلة إلكترونية اسمها أكثر من حياة، وهي أول مجلة إلكترونية متخصصة في عروض الكتب في عمان. تعمل هدى حمد الآن منسقة تحرير في المجلة الثقافية العمانية في نزوة. نشرت حتى الآن 5 مجموعات قصصية، منها نميمة مالحة وليس بالضبط كما أريد، والإشارة البرتقالية، والتي تعد السلالم، كما أنها ألفت 3 روايات، منها روايتها الأولى الأشياء ليست في أماكنها الصادرة عن دار الآداب اللبنانية، والتي فازت بالمركز الأول في مسابقة الشارقة للإبداع العربي عام 2009، كما فازت الرواية نفسها بالمركز الأول لأفضل كتاب إصدار عماني عام 2009. هذا بالإضافة إلى روايتيها التي تعد السلالم وساندريلا مسقط، كانتا ضمن الروايات الست في ورشة محترف كيف تكتب رواية للكاتبة اللبنانية نجوى بركات. تعتبر هدى حمد من أمتع الحكاءات لتفاصيل النساء العربيات بأسلوبها المنساب الغير متكلف. نقلت الأدب إلى متن العالم الافتراضي من خلال تحويل رواياتها إلى نسخ سمعية بودكاست، وتناقش كتبا ومواضيع أدبية عبر قناتها الخاصة ضد النسيان على يوتيوب. ولا يزال حلم تأسيس نادي للقراءة يراودها، لكن حتى يكبر العيال تقارب قضايا النساء من خلال نسج عوالم نسائية عند ملتقى الفانتازيا والواقع. تجد في المجرد من بواطن الرغبات والنوازع والمخاوف وأيضا الهلوسات لب المعنى، فالكلمات أطول عمرا من الأشياء التي تمثلها. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.